مشات ليا المجموع ديال الفلوس اللي مشات ليا 20 مليون ديال الدرهم، جوج المليار ديال السنتيم. الفلوس مشات ليا عن طريق ثقة، ثقت في أقرب الناس ليا اللي هو الصديق ديالي. هما يجبدوا عليا موس، قال لي تحيد المنشور وانا نحيدوك على وجه الارض. وهذا الشيء علاش؟ باش انهم يصيفطوني للحبس، يصيفطوا لي جوج الناس باش يقتلوني. الله يجازيكم بخير. مسؤول في رئاسة النيابة العامة ولا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بكادير، انا هادشي اللي بغيت، بغيت شي واحد مسؤول يجلس معايا ونشرح ليه المشكلة شنو كاين باش يتوضحوا ليه الامور. عليكم، معكم عصام فاسكا، مستثمر فلاحي من نواحي ديال بيوغرا شتوكا ايتباو. انا ديجا بعدا خرجت في المربع الاعلامي، كنشكروا من هنا شوف تي في، ديجا دزت عندهم وشرحت الوضعيه ديالي والمشكل اللي انا طحت فيه مع اقرب الناس الي اللي هو الصديق ديالي وبعض الشركاء معاه. الثقه هي السبب ديالي الرئيسي فاش هذا الشيء كامل اللي مورط فيه، الثقه هي السبب ديال هذا الشيء كامل. وجهت النداء ديالي قول سيدنا الله ينصرو الناس، الفرقه الوطنيه السي الحموشي الله يجازيه بخير، ورئاسه النيابه العامه السي حسن الدكي رئيس النيابه العامه، ومجلس القضاء السي عبد النبوي. انا ديال الاملاك اللي كانوا عندك ربما يعني في الاول كانت عندي، اول بعدا كانت عندي واحد الضيعه في النواحي ديال بلفع، من بعد زدت لها واحد الضيعه اللي هي هذه اللي تعرضت فيها للنصب اللي مع هذا الشريك ديالي في النواحي ديال سبت ايت ميرك. شحال مشى لك؟ مشات لي المجموع ديال الفلوس اللي مشات لي 20 مليون ديال الدرهم، جوج المليار ديال السنتيم. جوج المليار ديال السنتيم، والمشكل دابا جوج المليار ديال السنتيم باش يفهموا الناس ويفهم حتى الراي العام، راه مازال فلوسي انا نسمح فيها، الا ما شديتهاش انا غنشد عليه، ويني فيها فلوس عباد الله، فيها فلوس الشركات، الناس لي فورنيسور اللي كانوا كيتعاملوا معايا وكيعرفوني بالثقه التامه. كنت كنطلب اي حاجه من عندهم يمكن نجيبها غير مجرد بكلمه من عندي، كنجيب عندهم اي حاجه، واني هاد الناس هادو راه خرجوا عليا، تمشات لي هذيك المصداقيه والثقه ديالي حتى اللي كنت مع الشركات مشات. وحاليا دوك الشركات راهم عايشين معايا في ازمه ماليه بسبب هاد الشيء. انا راه فاش خرجت للراي العام وكنضارب وكنغوت، راه ماشي كنهضر غير على حقي، راه كنهضر على حق عباد الله اللي هما حاليا باقيين كيتسانوني الى يومنا هذا، باقي الناس كتسني. الفلوس مشات ليا كما ديجا وضحت للراي العام، هاد الفلوس مشات ليا عن طريق ثقه، ثقت في اقرب الناس ليا اللي هو الصديق ديالي، وكنت كنقول ليه الاخ ديالي والشريك ديالي. فاذا به في الاخر لقيته حتى هو باللي من ضمن الناس اللي كانت كتحفر ليا، وكان عنده واحد الهدف وفعلا راه وصل لذاك الهدف ديالو، واني كاين الله سبحانه وتعالى فوقنا كاملين غادي ينصفني عليهم ان شاء الله بحول الله، بالثقه في الله سبحانه وتعالى وفي الناس القضاء ديالنا غادي نتنصف باذن الله تعالى ان شاء الله. لا، هادو الناس فيها خيانه الامانه والنصب، هاد الناس اللي عندي معهم مشكل خيانه الامانه الدوليه، سلعه ديال الشركات اللي كنت كنتعامل معهم والدوليه، فلوس اسبيس، فلوس بليت خاص في لابونك، بليت خاص بالسميات ديالهم كاملين عندي، بليت خاص في لابونك بالاسم ديالهم. وسجلت بهاد الناس شكايه في 2021، فلوس عباره عن سلعه، عباره هو في الاول هادشي بدا بعدا بالقروض بالفائده باش نكونوا واضحين، هادشي بدا بليزانتيري، كانوا واحد البعض منهم كانوا كيسلفوني بليزانتيري، واني داكشي قليل ديال ليزانتيري تقريبا شي 150 مليون، واني هذاك ماشي هو الهدف ديالهم هما، الهدف ديالهم هما عارفين عصام فاسكا عنده الثقه مع الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه والشركه الفلانيه. يعني هما استغلوا هذيك الفرصه باش انني باش انهم يوصلوا لذاك الشيء المبتغى ديالهم، وفعلا وصلوا ليه. راه الناس كانت في كورونا، الناس مأزمه مساكين، هما خدامين ديك الساعه كورونا، حيت وقع لي انا المشكل قبل كورونا، وكورونا الناس مأزمه وما خدامين، ما كاين غير كيشريو لك في الحديد وفي كات كات ومبرعين مع راساتهم ويشريو في الديور والفلوس، فلوس عباد الله هادشي اللي كاين. راه الاغلبيه فيهم تما راه كنعرف الماضي ديالهم وكيعرفوا الناس الماضي ديالهم، راه ما كانوا ميكتبوا ما يعلموا، كان عندهم كاينين شي وحدين فيهم كان عندهم واحد شويه، وانني دابا فلوس عباد الله وهي اللي هي فلوسي وفلوس عباد الله، راه كيتبرعوا بها وكيتباهوا عليا بها، وهما قال لك مستعدين يخسروها عليا النص فيها ولا اكثر منها يخسروا عليا، وما نشدش حقي. هادشي هما اللي كيقولوا على فمهم، كيقول لك نخسروا عليك فلوسك واكثر من فلوسك وما تشدش حقك، حيت هذيك الفلوس دارت لهم فلوس اخرى. راه حسب هادشي من 2019 لدابا اللي غير واقع لي المشكل، اما المشكل بدا معاهم من 2017، راه فلوس كتولد فلوس اخرى الا كنتي مخدمه. بالنسبه دابا انايا باش نوضح الراي العام، انا علاش خرجت باش نعاود توضيح اخر، لان ديجا خرجت وخرجت وطلبت نداء من السي الحموشي باش يوجه لي الفرقه الوطنيه، لان ملي مادام طلبت نداء الفرقه الوطنيه الا وعرفت علاش طلبتها، وجهت نداء السي حسن الداكي الله يجازيك بخير رئاسه النيابه العامه والسي عبد النبوي ديال القضاء. راه ما طلبت، ما خرجتش انا غير كنغوت غير هكاك غير بالفم، ولا ما خرجت كنهضر الا وعرفت علاش،
واللي انا حاليا اللي بغيت نقول لكم هو انني في هذه المده اللي كنتسنى راني مشيت درت طلب اخراج ديال المحاضر ديال من بعد التقديم اللي داز لينا نهار 7/12 وجبت المحاضر وعندي المحاضر الاستماع ديالهم الاولى اللي دات في سنه 2021 ومحاضر اللي دات عاوتاني من بعد فاش تخرجوا الشكايات من الحفظ راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه هاد الناس راه كيتناقضوا في الكلام ديالهم 100%، لانكم كنت انا وسط هذوك المحاضر كنت غنكون دابا في وسط السجن، كنت غنكون في تملل غنتعتقل. هاد الناس هادو مازال ما فهمتش حاليا، باقي كيضروا ليا برجليا انا تما كنوضع علامات استفهام، هما كيتباهوا عليا ببعض الاسماء كيقول لك حنا فلان وفرتلان واقف معنا، كيتباهوا عليا مقاولين مستثمرين كبار رجال اعمال كبار مسؤولين كبار كيسميوهم ليا. وهادشي اللي كنقول راه عندي الدليل عليه. السي حموشي الله يجازيك بخير، انا ما وجهت النداء الا حيت كاينين شي معلومات ما نقدرش نخرج نبقى غنهضر نقولهم الراي العام كلشي يسمعهم، كاينين شي عندي خاصني انا شي مسؤول ولا شي واحد اللي يجيني الله يجازيكم بخير مسؤول في رئاسه النيابه العامه ولا بحال الوكيل العام لمحكمه الاستئناف بكادير. انا هادشي اللي بغيت شي واحد مسؤول يجلس معايا ونشرح ليه المشكله شنو كاين باش يتوضحوا ليه الامور، لان هادشي راه بزاف. راه 20 مليون ديال الدرهم راه فلوس عباد الله اللي فيها. انا اقسم بالله ما بقيت كنهضر على فلوسي، والله الا وليت كنهضر غير على فلوس الناس، لان الشركات مدمره بسببي، مدمره في هادشي، لانك كنت انا وسط هاد المحاضر هادو اقسم بالله كون راني في السجن وحطوا لي بلان ديال الحشيش، بلان ديال التجاره في المخدرات. وهذيك الوقيته داك التاريخ فاش حطوه، ديك التاريخ كانت كتبحث معايا انا الفرقه الشرطه القضائيه ديال بيوغرا، كانوا معايا في لونكيت وحاطين لي بلان انك كنتاجر في المخدرات. وهادشي علاش باش انهم يصيفطوني للحبس، صيفطوا لي جوج الناس باش يقتلوني، وحتى من الشخص اللي حط لي اللي توصل ليهم باش حط لي هذاك البلان راه ديجا دارها لواحد السيد مسكين صيفطوا ب 8 شهور ديال الحبس. غير الحمد لله ولطف الله تعالى راه الناس ديال المنطقه الامنيه ديالي تمنوا الحيت عندهم بعد ما تحط لي البلان استجبوا مع الموضوع وفهموا باللي القضيه ما فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، وما كان من الممكن حتى انا انني غادي نكون في الحبس. الله يجازيكم بخير، انا هذا النداء خرجت الراي العام وديجا خرجت عاود خرجت وما خليت راه ماشي كنغوت غير هكا، انا راه بغيت مسؤولين يجيو ويسولوني علاش انا خارج كنهضر. انا بغيت الناس مسؤوله توصل تجي تقول لي مالك فلان اش دار، كنقول لهم شنو كاين. راه المحاضر عندي راه ما بين غير محاضر الاستماع الاولى ومحاضر الاستماع الثانيه، اقسم بالله العلي العظيم الا فيهم الغضب ديال التناقض ديال الهضره، وعاد نزيدوا عليهم المحاضر الاستماع ثاني الاخرى عندي وثائق كتبت العكس ثاني ديال داكشي اللي كيقولوا. وراه لا حول ولا قوه الا بالله، انا راه وليت عايش في الرعب. صيفطوا لي ديك الساعه راه درت الشكايه ديال السلامه الجسديه، صيفطوا لي جوج الناس بغاو يقتلوني. هاد الناس تلقاو لي في الطريق ديال المطار جوج بالموطور، ولينا في الخدمه ديال المافيا. فاش ولينا ابراكاوني راه حبست ليهم، انا راه حبست. انا صحاب لي شي وحدين سكرانين ولا تالفين ولا غتقيسوا توحل معاه، هما يجبدوا عليا موس قال لي تحيد المنشور وانا نحيدوك على وجه الارض. اين منشور؟ علاش كيهضروا هاد الناس ولا هما؟ المهم راه الميساج وصل، انا من بعد استوعبت فهمت الميساج ديالهم شنو كيقصدوا به. وليني الله يجازيكم بخير سي الحموشي، الله يرحم ليكم الوالدين. انا راه عندي جلسه نهار 31/1، راه خصني قبل ديك 31/1 راه خاصني نوضح مزيان شي امور، لان هاد الناس حاليا راهم حرين طليقين كيدوروا لي حدا رجليا وكيحاربوني وكيمشيو عند هذوك الشركات اللي هما كيتسالوني فلوس، كيقول لهم شحال كتسالوا العصام قدا وقداك حنا نخلصوك ودفع عليه الشيكات. راه حشومه كاع